آبَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا كثير لهذه المؤسسة، واللي أقوله بكل صراحة، كل ركن بل كل حفلة تراب إلا وتعطينا لمحة عن أناس أناس أعطوا الشيء الكثير، أناس تخرجوا على يديهم مجموعة من الأطار اللي راها كتسير المغرب الآن. لذلك أقولها وأكررها على أنه يصعب على مدير مؤسسة أن يعبر ما في داخله، لأنه متأثر أشد التأثر لكون أنه غادي يفتقد الخدمات يا وحيد الجوع. وأوجه الخطاب بالمفرد، أنت أيها الأستاذ وأيها المعلم، أنت المربي رغم القيل والقال، رغم أنف الحاقد الظالم الدجال، قديت فكنت للتقدير دليل، صمت العلم وصمت الأجيال، أفنيت عمرك بين البحث والتأليف، يشهد التاريخ وتشهد الأجيال، وللتاريخ شهادة وللإعلان أيضا شهادة مع الأستاذ زيد في تقديم هؤلاء المحتفى. الأحزن لهنا فينا هكا على شربينا، لحية والحشمة فينا هكا على شربينا، لحية والحشمة فينا، كانت الخبزة بنينة والخير مطفق علينا، كانت شمعة قوية علينا،
كانت لامي ما تحن علينا بكاشه وحبل تغطينا ما تنعس حتى تهن علينا كانت مشمرة علينا هالقفطان هاد فينا شعرها ما يبان لينا سبنية ودرة زوينة يا أهني هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأساتذة حقيقة هم أساتذتي قبل أن يكونوا زملائي في العمل أهنئهم على بلوغ هذه المرحلة مرحلة التقاعد سن التقاعد بعدما أنهم كما قالت إحدى الأستاذة جزاها الله خيرا يعني هذه المهنة هي أفضل مهنة هي حلم الجميع لأنها مهمة الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت معلما المهمة ديال الرسل هي التعليم ولذلك يعني لن أكون أفضل من الشاعر الذي تعرفونه جميعا أحمد شوقي أمير الشعراء لن أجد أفضل من كلامه قل للمعلم وفيه التبجيل كان المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني أنفسا وعقولا فأفضل منا على الإطلاق هي هذه المهنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الحديث لأن يهدي الله بك رجلا غير رجل واحد على أيدي هؤلاء الأساتذة كلهم إن شاء الله تعالى سيكون في ميزان حسناته كلهم سيكون صدقات جارية لأن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ومنها صدقة جارية تلميذ وكل تلميذ وكل طالب وكل طالبة تعلم على يد أستاذ مربي معلم وفي الحقيقة صدقة جارية في حياته وفي آخرته ف يعني أعجز عن التعبير وعن الكلمات وأبحث في الآيات عن هذه الأساتذة بهذه المهنة الأولى التي هي مهنة الأنبياء ووفقكم أن تكملوا مسيرتكم ومساركم إلى المهن الحمد لله بصحة وسلامة وعافية فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وأن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقكم فيما بقي من أعماركم وأن يمر ما بقي في أعمارنا جميعا في طاعته إنه عن شيء قدير وفي إجابة جدير وأستسمح على ارتجال كلمات الحقيقة يعني نتفي حقكم تلاميذتي أنا تلاميذ أيضا ويشارك هذا الحديث ليس بقصائد جديدة ولكن أيضا بإبداعات فنية على محتوى الترتيب مع سكيتش مع حلي مجموعة من الجهدات الثانية التي مات حول موضوع المرأة والعروسة والعروسة بالنسبة لي نبي يقولوا لكم ماشي خلاني تحبط عند أبو الريصاني نجيب عندها الضريع ماشي فيها واخا هي شايفة في راسها شوي ولا إني راه اللي تعرفوا ماشي بحال اللي ما تعرفوش ولا لا ما يقولوا الضروش كنت أنا اللي جاي عندها في الكواي تضي زمر قفل بصوت الدر غير لا لا أختي Yeah, that's too bad.
باش نعبر على بصدق على الشعور ديالي، وانا تلميذ اولا ديال الثانوي ديال المسا والاستاذ ديال الثانوي ديال المسا، اللي في الحقيقه تما باش تربينا وتعلمنا بزاف ديال الحوايج، وكان لي الشرف باش نخدم مع مجموعه ديال الاخوان بقى ديال الاساتذه. وواحد القضيه اللي نقول لكم انا عجبتني وانا صدر فينا، ولكن انا غنقول لكم خصكم تفتخروا بانكم كتنزلوا على ديك القدر، لانه كاين بزاف ديال الحمد لله عندنا العاشق بزاف ديال الحوايج راه كذا اللي بحال ما كاينينش تما الله يرحمني. دونك انا بالنسبه ليا مرضى عليكم، وراه الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يخلصكم، وبشرى لكم وطوبى لكم اللي زايدتم المشوار ديالكم بإخلاص. ونجمع لي الإخوان تما بالحسين والأسد الآخرين اللي كاينين، عثمان تما والإخوان الآخرين اللي ما عنديش أنا البارحة، ولكن أشهد أن كلكم تبارك الله عليكم، وكنشكر الله سبحانه وتعالى باش يكيلكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة وطول أنكم توفقتوا في إنهاء الخدمة، وهنيئا لكم. التهنئة الثانية بالنسبة لي هي أنكم غتبداو حياة جديدة، يعني أن راه بداية أخرى ماشي نهاية، هذه بداية نتمنى أنكم تخليو فيها واحد لاتخاص، كتبوا لنا شي حاجة على جريدتكم، بغاو كل واحد يعطينا واحد المنتوج اللي كيعبر فيه وكيبين فيه التجربة ديالو، يستافدوا منها الأجيال اللي ماشية. أحسن حاجة حققتها هو أنكم نجحتوا في أداء المهمة ديالكم، باسم الآباء كنتمنى لكم التوفيق في البداية في الانطلاقة الجديدة اللي كنتظركم. أنتم دابا حنا كنديرو لكم أسبوع غادي نديرو بحال واحد السمية ديالو من جديد، الناس كيلبحوا والحوالا حنا كاين شي شوية هكذا كارونز باش نطلقوا من جديد، وما تجلسوش ما جبنا لكم لا سجادة لا ماشي باش تجلسوا، حنا كنقولوا سجل المدرسة ما تلقاش منكم، مازال محتاجة ليكم، وبغينا التجارب ديالكم تقاسموها معنا ومع الإخوان، التقاسم ديال التجارب راه هو اللي غادي يدي بنا أننا نحققوا شي حاجة اللي هي أفضل. الإخوان اللي مازال كيشتغلوا نتمنى لكم التوفيق. ونلتمس اعذار الغائبين، ان الظرف ديال التكريم جاء في وقت رمضان ضيق الوقت، ثم كل واحد عنده شغلات كثيره، اذا نلتمس عذر الغائبين. وبارك لنا في الحاضرين، ثم اشكر جمعيات اباء وهي التلاميذ على الدعم المادي والمعنوي اللي قدمته لجنة التكريم، إذن الشكر جزيل، كما أتقدم إلى الإخوان لمحاولة التقاعد، فأقول لهم حياة جديدة طيبة وسعيدة إن شاء الله، والحمد لله فانتقال من حياة فيها التزامات فيها وقت فيها إلى حياة أخرى حياة خاصة يجب أن تمر في طاعة الله إن شاء الله، ونتمنى يكون إن شاء الله يكون هنا في الأسرة في الصحة وتبقى في العمر يدوز في طاعة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي إلى واحد كلمة في توالي معنا. أولا كنشكر الإخوان اللي قدموا لنا الدعوة باش نحضروا على الحفل البهيش، باعتباري أولا الحضور ديالي باعتباري أنا تلميذ في الثانوية السجل المسا من 71 حتى 79، فهي ذكريات عديدة للثانوية السجل المسا التي أعتز بتكويني الشخصي من هذا التنوي هذا، ومن هذا الربط أحيي جميع الأساتذة اللي تعلمنا على يديهم، وكان كذلك جميع الأستاذات والأساتذة والتلاميذ اللي دون المساعدة في إطار تبادل المعارف وتبادل الزيارات ما بين الأبناء ديال الثانوية السجل المسا آنذاك. وبالمناسبة ديال الاحتفال
بهذه الإخوان، كتمنى لهم مقام وسعيات سعيدة، وأعود لهم على أنكم خرجتم من دائرة واحد الحياة كانوا اللي كتحكمها العمل المذكرات إلى غيرها. ونصف ختام هذا الحفل قبل حفل الشاي دعاء من طرف الأستاذ إبراهيم بابوري. أبغى أطول شرفك. راح يا المكنة. راح يا المكنة. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفر الله ونتوب اليك. امين. سبحان الله وبحمدك، وقيل لك انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ذا العالمين ما تريد، نسالك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا اركان عرشك، ان تحفظ هؤلاء الاخوه، وان تحفظهم في صحتهم وفي ابنائهم وفيما بقي في اعمارهم. اللهم يا رب اجعل ما بقي من اعمارهم يمر في طاعتك وفي اعمارنا جميعا. اللهم بارك في هذا الجمع، اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه سالما من الشر معصوما، ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف، اجري ثوابها في حياتهم وفي اخرتهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في ادارتنا وفي اساتذتنا وفي مؤسستنا وفي تلاميذنا وفي طلبتنا وفي كل الحاضرين برحمتك وفضلك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الاخوه في لجنه التنظيم هذا الحفل، اللهم تقبل منهم جهودهم، اللهم اجعل في ميزان حسناتهم. أمير المؤمنين مولانا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تليس به الدين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب الإخوة الكرام، يعني هذا الحفل بكل حيثياته ستجدونه غدا إن شاء الله في موقع جديد أنفو. أن يبلغ الحاضر منا الغائب، وأهلا وسهلا بكم. وفي الحقيقة تصحون هذا من الخبيث حفلة شاي ونديروها صغر وخبثة نسيتهم من الصغر.